طيب يعني سيد حازم، كيف ترى معالجة الإدارة الأمريكية والإدارة المصرفية، سواء الفيدرالي الأمريكي وزيرة الخزانة الأمريكية الرئيس بايدن، لهذه الأزمة وطمأنته لأنه في سلامة للنظام المصرفي مع حساب المخطئين؟ طبعا كما قلنا في هذه الحالة الأموال ما زالت موجودة، فلم يكن هناك يعني خسارات بمئات المليارات كما رأينا في عام 2007، لكن يعني هنا تدخل الحكومة يأتي بحالتين، ويعني قد نستطيع التطرق أيضا ما حصل في الفرع البريطاني من بنك سيجنتشر، حيث يعني تم بيعه لبنك آخر. لكن في الولايات المتحدة لم يكن هناك شاري لهذا البنك، لم يكن هناك اهتمام بالملوك أخرى لتشتري هذا البنك. التأمين على الودائع في الولايات المتحدة يعني سقفه ربع مليون دولار، 250,000 دولار، لأن هذه التأمين هو مصمم للتأمين على ودائع الأفراد وليس ودائع الشركات. صحيح. أغلب المودعين في سيليكون فالي بانك كانوا شركات عشرات الملايين. هنا قام البنك يعني مهمة الحكومة الأمريكية كيف تأخذ ما يملكه هذا البنك وتحتفظ به دون إيذاء طبعا الدافع الضرائب الأمريكي، وتقدم أموال للمودعين الذين يريدون سحب أموالهم. هذه العملية التي تحدث اليوم حصلت بسرعة كبيرة، يعني كان هناك إعجاب في سوق المال الأمريكي بالتحرك السريع للحكومة الأمريكية. طبعا هذه الحكومة التي تعلمت الكثير من أزمة عام 2007 حتى الآن، وهناك أيضا يعني fail safe trigger، ما يسمى triggers، أو عندما يحصل شيء هناك ردة فعل فورية من نظام المصرفي الأمريكي لاحتواء الأزمة على أكبر قدر من الإمكان. المشكلة أصبحت إعلامية بعض الشيء، يعني للأسف، ويعني من المضحك بعض الشيء، لكن هناك تخوفات في الشرق الأوسط ومن زملاء وأصدقاء في الشرق الأوسط من هذه الأزمة أكثر من التخوف بأمريكا التي تحصل فيها الأزمة. لا أعتقد أن هناك دومينو إفكت أو تخوف على بنوك أخرى، لأن وضع سيليكون فالي بانك وسيجنشر بانك كانوا هذه بنوك ليست اعتيادية، هذه بنوك تركز على قطاع معين يعاني الكثير الآن، لكن بنك عادي بنوك الكبرى لا. سيد حازم، يعني أنا فهمت تماما التوجه أو القراءة أنه لا يمكن أن يكون 2008 مثل ما يجري الآن، لأن ده محدود وفي قطاعات متخصصة أو بنوك متخصصة، لكن أيضا هذه القطاعات المتخصصة زي قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية أو العملات الرقمية ربما تتعرض لهزة كبيرة وتؤدي إلى ما نسميه الدومينو في النشاط نفسه وليس في القطاع المصرفي. نحن نرى هذا الدومينو في النشاط نفسه، يعني هناك الشركات حتى الشركات التقنية الكبرى، نتحدث عن أمازون، جوجل، تويتر، فيسبوك، يقومون ب يعني إقالة آلاف الموظفين بشكل شبه يومي الآن. فهناك طبعا هذه الشركات تحاول أن يعني تكون متعاملة مع وضعها المالي في هذه المرحلة. طبعا هناك تغيير الوضع المالي لن يتم أو لن يبقى كهذا للأبد. صحيح. لكن في ذات الوقت يعني أنا شاهدتها خلال الخمس أو العشر سنوات الماضية، يعني شركات سيد الكريم ليس لديها أي دخل، ليس لديها زبائن، لديها فكرة أو براءة اختراع، وحتى لم تصل هذه الفكرة إلى مرحلة التنفيذ الكاملة، يعني المنتج غير جاهز. نتحدث هنا عن الشركات التقنية، نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، المجال التقنية في مجال الأدوية، الأمن الرقمي، شركات صغيرة يعني عشرات الموظفين لديهم مجرد فكرة، يذهبون إلى سوق المال ويعني يقدم لهم مئات الملايين من الدولارات. يعني نتحدث نحن عن شركات صغيرة، كنت أراها يعني في عمليات البيع والشراء لسكوك هذه الشركات، شركات يعني لا أقول سيئة، لكن لا يوجد شركة عمليا مقارنة بالشركات الكبرى، وتقوم يقوم السوق بتثمين هذه الشركة ويعطيها سعر
يفوق شركات سيارات كبرى أو شركات طيران كبرى لديها يعني سوق واضح وعمل واضح. فكان هناك زيادة كبرى في الاستثمار بهذه الشركات، وكان هناك كالعادة كل ما يحصل في مشكلة في سوق المال الأمريكي أو العالمي هناك جشع خلف الموضوع. هناك فكرة أنه إذا استثمرنا في هذه الشركات الصغرى نستثمر اليوم مليون دولار نحصل على 100 مليون بعد سنتين أو ثلاث، كما حصل في فيسبوك، كما حصل في هذه الشركات صحيح. التي نشأت وأثبتت نفسها. أصبح هذا يعني نوع من العادة، ولكن ليس يعني ممكن مرة تسلم الجرة. فكثير صحيح. من هذه الشركات تفلس اليوم، وعندما تفلس هذه الشركة كل الأسهم تذهب مع الريح. هذا ما نراه اليوم أيضا كمشكلة في قطاع التكنولوجيا. أنا بشكرك جدا سيد حازم غبرة، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، ويعني متخصص في التحليل المالي والاقتصادي.